شو الموضوع يا عتيقة؟ الحكيمة قالت إنه إرهاق. قلي لي إختي في شي؟ إيه في، بس يمكن أحسن لك إنك ما تعرفي. شو يعني ما فهمت؟ سلطانة، الحمد لله صار وضع ممتاز، بس بعد اللي صار مبارح كلياتنا أعصابنا مشدودة. ادخل. السلطان أخيرا رجع. ألف الحمد لله. عتيقة؟ ما بدي، بعدين بشوفه. روحي، أنا بضل معه. تمام، شوي وبرجع. الحمد لله على السلامة، شغلتي بالنا. سلطانة، هذا رح يريحك ورح يروح وجع معدة. قلت لك ما بدي أدوية، حلو عني. طلعوا لبرا، ما بدي حدا يضل هون. جوهرهان، وبكل وقاحة وبدون ما تخجل عم تسأل عن أحوالي كمان، ولك أنه صار لشهور عم تستخبيني وتضحك علي هي وياه. اهدي وطولي بالك وانتبهي لصحتك. أنت لازم تنسي كل القصة، لأنك أنت اللي رح تتأذي إذا الأمور كبرت. وتكبر مو فارقة معي يا فاريا، شوفتهم مع بعض أصلاً كانت أكبر جرح بالنسبة لإلي، يعني شو في أسوأ من هيك؟ قديش كنت خايفة يصير لك شي يا مصطفى. للصبح ما قدرت نام. أكتر شي زعجني يا سلطانة منظر الناس الأبرياء اللي ماتوا بالحريق من دون ذنب، وللأسف ما قدرنا نعمل لهم شي. وأسوأ إحساس هو إنك تحسي بالعجز قدام هيك مصيبة. ما وعيت على شي لرجعت على القصر. رجع لي وعي وقت اللي شفتك. لأنه من بين كل هالمآسي أنت بس اللي بتعطيني الأمل بنظرة واحدة من عيونك. معك في معنى للوجود.